موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جايب لكم مقطع مابات تدريب المعرقين اللي سحبت عليه شوي بسبب ان المابات ما في مابات جديده وزي كذا، فقررت اليوم اني اجرب ماب زائد اني بجرب ماب ثاني. الماب سام سوت ماب تدريب حق المعرقين، يعني ما انه ما شاء الله تبارك الله يعني سوبر سونيك وزي كذا اخر ليفل في اللعبه، فقررت اني العب ماب حق واحد اجنبي والعب ماب حق سام. فنشوف ادائنا في ماب سام، هل نقدر يعني نخلصه بسرعه ولا نجيب العيد، لاني صراحه ابغى اتدرب زياده وزي كذا. والمابات هذه راح تفيدك اذا كنت تلعبها بشكل يومي، انا ما العب بشكل يومي، فاللعب يعني ادي كذا لعب سيء، طور لعبي زي كذا بس يعني الله كريم. المهم خليكم مع المقطع. طيب ما ان خشينا اللعب الحين، فاول شيء نسويه اذا حد يبغى يشتري اغراض من روكت ليج عندكم موقع روكت ليج اكستشينج، الرابط تحت في الديسكربشن، ترى الكريدت عندهم ارخص من اللعبه يعني، فضبطوا وضعكم اللعبة بعدين اذا تبغون اي شيء، واذا ما لقيتوه في اللعبه راح تلقونه في موقع روكت ليج اكستشينج سواء هنا في اللعبه او في روكت ليج اكستشينج. كود في اس ال راح يفيدني مره، وفي موقع روكت ليج اكستشينج راح يخصم لك 3%. خلينا نشوف هذه، والله ديم بس لونها سيء شوي مع انه ب 2000. يا ساتر شباب معليش يعني، بس ترى المقطع كله بدون صوت لعبه للاسف، فاعتذر على هذا الشيء. والله رهيبه مايك دروب، اقسم بالله رهيبه. طيب انا جهزت المابات اللي بلعب فيها ما عدا ماب سام بخليه اخر شيء، اوكي؟ فنروح على تريننج بعدين كوستوم، وانا حاطها كلها في الفيفوريت، فالاكواد حقتها باذن الله كذا. هذه الاكواد قدامكم، اذا نسيت حطها في الديسكربشن تلقونها بالفيديو نفسه. فهنا جولد تو بلاتينيوم ودايموند تو تشامبيون، تشامبيون تو جراند تشامبيون، هنا اول اراوند تريننج، يعني هذا التدريب يناسب الكل. فنبدا من جولد تو بلاتينيوم عشان نشوف مستوانا زي كذا. طيب هذا اول واحد، اوكي اتوقع ان هذا، والله ما ادري هل هو كذا بس خلونا نعيده. هذا جاي على جنب فما ادري هل هو طيران، مع اني ما اتوقع انه طيران صراحه، ما اتوقع. خلونا نعيده ونمشي فيه مشي عادي زي كذا، اتوقع زي دربل بس دربل على الارض يعني، لا تلعب على نفسك تروح فوق وزي كذا لا. اها اوكي، مفروض اني ما اطير الطيران قبل زي قبل شوي. وحلو حلو، انا ابغى اجيب هدف يكون زي كذا يعني، ما يكون تصك في الارض وتصير بطيئه وزي كذا، فخلونا نمشي مشي عادي. اوكي لاحظت ان الدوران بالسياره يفيد مره، ابغى اجيب هدف حلو ف اوكي وبس، يعني نخليها زي الهدف الاول يعني، مع اني جبت في البدايه اول لقطه جبت فيها هدف، لكن قلت خلني اعيدها واحاول اني اجيب دبل تاتش وما قدرت للامانه. اوكي هذا لازم ترجع كذا، اوكي سيئة، ابغى قويش زي كذا شوي بس يعني. اوكي اوه هذا اتوقع سيف زي كذا، اوه يا صد هلا بي، والله صد جامدة. اوكي نحاول على طول هجمة مرتدة، هذه هدف نايس، هذه اتوقع عشانها سهلة زي كذا ف اوكي، هذه اتوقع انه يبغاك زي كذا تثبتها. اوكي ارضه هجت شباب هجت، صح انه هدف بس ما ابغاها كذا. حلوة هذه دبل تاتش ممتازة شباب. انا مشكلتي اني اطير طيران كويس بعدين اضيع الكورة، فهمتوا؟ الحين اطير، اوكي اوكي هذا ممتازة. يوه حرام ما تخش ذي، والله حرام. تخلصنا من الليفل الاول 100% سترايكر. جرب الحين اللي هو دايموند الى تشامبيون، نروح على الدايموند تو تشامبيون. اوه هذا تلف يمين يا شبابي، هذه تلف وهذه ما الو الايم شوي طايع، والله اكتشفت ان الزاويه هذه صعبه لي، والله العظيم صعبه لي، ما ادري شلون خشيت تشامبيون وانا ما خلصتها او ما سويتها. خلينا نجيب هذه اوكي، هذه شلون طيب؟ اوكي نبغاها بطرف السياره صدام يعني، اوكي اهم شيء انها تخش في الجول على طول. اوكي والله هذه بعيده مره، حلوة ممتازة لا في تحسن يعني، من اول ليفل توقعت اني ما اصلح الدايموند، ف والله ذي غريبة استفهامات يعني. خلينا نجيب هدف نفتك من ذا الليفل، الليفل ذا او الراوند هذا ما جهز لي. ممتازة هذه، مع اني الطيران فيها سيء جدا. انا ابغى اتعلم على الاير رول ليف، والله بيصير لعبي افضل بكثير لو تعلمت زي كذا. ممتازة والله ممتازة مرة. اوه هذه طالعة من المرمى، يوه
ممتازة ذي. ايش فيني على ممتازة اليوم؟ ملاحظين؟ اوكي هذا اتوقع انه تخليصه، اتوقع والله العالم يعني اتوقع انه تخليصه زي كذا. اوكي هذا بعيده بعيده مره. ولا ريدايركت والله العظيم استفهامات ما ادري. اوكي خلصتها على كذا خلصتها. فخلونا نشوف كم جبنا التحدي هذا. التحدي اللي قبل كان 100%، فخلونا نشوف هذا كم. ما اتوقع انه 100%، انت ايش قاعد تقول؟ انا 100% 78 زي ما توقعت انه اقل من 100. الحين نروح على التحدي الثالث اللي هو تشامبيون تو جراند تشامبيون. ف اوه والله صعبه ذي. انا ليش اقدم اي سيارتي واتفلسف؟ حلوة مرة. وش الطقة الخرافية اللي ما سويها في جيم؟ ليه كذا ليه؟ والله كانت الكور حلوة مرة. اوه دام والله رهيبة ذي، والله رهيبة مرة. شوف كيف زاوية 90. اوه عرفتها هذه. توقع التخليص مناسب هذا مو باللي قبل شوي. شوف كيف؟ جت يعني قريبة من الهدف، قريبة. أنا ما أدري فين سقيت في العارضة بعد. أوكي اللي بعدها هذه ريدايركت صح؟ أتوقع إنها ريدايركت فنسوي كذا. أوكي لا ما ضبطت. ممتازة كذا. أوه يصير. أنا ودي إنها تكون أسرع من كذا، فهمتوا؟ نتباد هذه والله نتباد يعني مش سيئة. اوه يا سيف. طيب خلينا نجرب اسوي اللي هو سيلينج. مش بطالة بس ورا مرة ورا. اوكي خلصنا 72% يعني شوفوا الفرق، وبعدها 78 وبعدها 72. 72 يعني 78 ترى هي قريب يعني، فالحمد لله يعني مستوانا في الشامبيون والجراند شامبيون يعني مش بطال. هذا دليل ان شاء الله يعني نجيبها باقرب وقت. هي شوفوا تيجي عادية بس انا بحاول دبل تاتش بتحدى نفسي. فهذا اخر تحدي من تحديات الاجنبي. ف اوكي جبناها دبل الحمد لله. 15 تحدي. اوكي يعني لو نقول اوكي ان هذه سيف ممتازه. نروح التحدي اللي بعده. اوكي قاعد تسقى في جدار او في السقف. هذه ما سقعت ليش؟ القهر والله ذي يا اخي. سهلك بوست مره عاليه وجبناها في 90. ساتر وش ذي؟ اوكي فهمته. والله حلوه مره ذي، اقسم بالله حلوه مره. هاي اتعلم كيف تسوي ريدايركت. اوه ديم والله ديم جامده، اقسم بالله هذا التحدي رهيب. الكور سريعه اللي زي كذا مفهومه وين تروح وزي كذا شيء جامد. يو والله كنت بجيبها دبل. نايس في تطور والله في تطور. دبل تاتش. اوكي هذه بعيده شوي. ممتازة. اوه والله كانت قريبة مرة. هذه لازم اطقها ف اوكي ممتاز. شو على بالي في بداية انه سيف ان الكورة ما كانت تدخل كانت تدخل المرمى قصدي ما ادري شلون. هذه ما ادري هذه ريدايركت ولا ايش. اوكي هذه ترى الحركة تجرب ناس كثير. يجيك الحارس اللي في المرمى ينط على ذي الكرة وينجر على انك بتشوفها قدام بس انت عكستها وتشتها ورا، فجبت منها اهداف زي كذا كثير. اتوقع انها كذا ممتاز انك تطير او تسوي فليب شوت بعدها عشان تصير السيارة اسرع شوي. هذه اتوقع انها سيف اتوقع، لانه مستحيل انك تجيب هدف مستحيل مرة. فنحاول نجيب هدف كأنها كرة مرتدة. وهوب الله هذه جامدة والله. اوكي يو حلوة ممتازة هذه، بس انها تحت شوية مو مشكلة يا شباب مو مشكلة. انا طرته بس ما ادري وين الكورة. يو ساتر انا ابغى الكورة تجي مضبوطة مرة بس ما عجزت. اوكي خلصنا 15 و15. اتوقع انه بتجيب العيد ان طولنا في التحدي المدري كم. والله 80 بطال. خلينا نشوف ماب سام. بسم الله. اوه والله كنا التحدي اللي قبل شوي، والله التحدي ذا اكتشفت انه ما اعرف له بس اوكي جبنا هدف. شفت ان الكره قاعده في السقف اني ما اعرف اتعامل معها، فهذا التحدي ان شاء الله يطور مني. اوه عرفت التحدي. اوكي
اخ والله الكرة ذي صعبة. ايش فيه؟ اوه تخيل جت. يوه الله هدف جامد. خل عنك بس هدف جامد. شوف كيف لمسة سيلينج وهوب ممتازة. هجت فيني شباب. كانت النية اني اسوي اللي هو جمب ريسيت بس هجت شباب. هو المشكلة اني ما اسوي الاير دريبل العادي عشان اسوي هذا. ايش بطالة هذه مع ان ما مشيت فيها مشي اللي ابغاه، لكن ثلاث طقات ممتازة ممتازة ممتازة. اتوقع ان والله ذي صعبة شوي ولا والله يا الجمب ريسيت ايش ذي حركات؟ تو نسيت شلون سويت الجمب ريسيت. ما بداني اسويها. هذا التحدي عجزت اعرف له. هل اني اروح على طول على المرمى هناك؟ نقول تخليصه وبعدها شوته. شوف هل تضبط؟ اوه هذه جامده والله. مع انها اتوقع غلط علي اتوقع يعني. بس انها سويناها يعني. اتوقع انها غلط. المفروض اني امشي فيها اير دراج اتوقع. هذه مشكله عيد مره صعبه بالنسبه لي لاني ما اعرف وزن السياره. يبغالي ارجع اشوف مقطع سام كيف سوى كل واحدة عشان ما اجيب العيد في الغلط اللي سويته. هذه شوطة كويسة تعتبر لان فوق نفس الوقت قوية شوية يعني مو سيئة. اوه حلو حلو حلو. يوه لو لمست هذي مرة جامدة. حلو هذي حلوة حلوة حلوة. مع اني وقفت في مكاني الحين لي خمس دقائق على ذا التحدي بس الحال. يا ساتر لو طلعت يمكن يعطوني صفر. قاعد اطق الكور اوكي بس ما تجي على المرمى. اوكي اخيرا اخيرا جبنا على المرمى. والله صعب التحدي والله والله صعب. فايبي لي العبه بين فتره فتره. اوه جبت 100% مره كويس. فايبي لي العبه بين فتره فتره عشان لعبي يكون افضل واخش الجراند تشامبيون واخش الحلم اللي هو السوبر سونيك. والله حلم يعني بالنسبه لي جراند تشامبيون حلم بعد ترى. يعطيكم العافيه على المشاهده. ان شاء الله استمتعتوا في المقطع. الاكواد كلها بتكون في الديسكربشن. التدريبات هذه كلها. واللي يبغى يشتري اغراض روكت ليج لا تنسون كود في اس ال ولا تمشوا كود في اس ال ترى مره مهم. كل 14 يوم يروح كود في اس ال سواء فورتنايت ولا روكيت لا تنسونا. يعطيكم العافيه على المشاهده. ان شاء الله استمتعتوا. اشوفكم على خير. سلام.